اذا مشاهدينا راح نشوفوا باقي الوصفات تاعنا اليوم. العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، شوفوا الشكل تاعها الجميل. الحين نبداو لو فاصوناج تاعها. مسحت لو بلون دو طرافاي تاعي، نوريكم فقط حبيبات لاني انا كنت حضرتها ديجا. هاي ليك نوريكم حبيبات واش راح ندير. بسم الله على بهذا الشكل، بشويه فقط نفتحها هكذا. العجينه تاعي راهي بزاف طريه ما شاء الله. اذا بهذا الشكل. صراحه انا النوع تاع هذا الحلال ما نحبش نخدم به بزاف، اني ما خلينيش نكونترولي لاباط تاعي، نحب الحلال تاع اللوح. انا ديجا كنت حضرتهم يعني مسبقا، درت عدة الوان وعدة اشكال. اذا عفوا قلت فقط بسم الله. انا قلت لكم نوريكم فقط حبيبات. هذا رقم واحد، هذه رقم اثنان. ما ديروهمش عاليين بزاف وما ديروهمش حابطين، وانما متوسطين، لانه تهمني جيدا الطليه، لانه بزاف يقول لك الطليه تجينيه بصح الطليه كل واحد واش يقول لي. حنعطيك واحد الوصفه تاع الطليه. اذا انت في المنزل كملي بعقلك العجينه تاعك. فوالا نخليها هنا في الطرف وراها. شوفوا اذا انايا وريت لك حبات كيفاش راح يكون لو فاصوناج تاعهم. فوالا راني حليتهم هنايا، هاهم ليك الحبات تاعي طايبين. اذا واش راح نديروا، راح نحضروا مع بعض. نجيب فقط لو ريسيبيون تاعي، راح نحضروا مع بعض الطليه. طريقه تحضير الطليه كيفاش عندي هنايا، دائما لي ميزور تاع الطليه عندنا كيله تاع بياض البيض، كيله تاع الليمون، ملعقة تاع تاع ماء الزهر، وعندنا ملون غذائي أبيض اللي باش نديرو لي زوطر كولورون باش تجينا شابة. إذا عندي هاي الكيلة تاعي تاع البيض حوالي بياض ونص حبة، وأكيد سكر كلاس. نحتاج كذلك هنا كيلة تاع مبشور عصير الليمون عفوا، وهنا شوية تاع ماء الزهر بهذا الشكل. هنا كولورون درت بيستاشي لانه كنت درت في الغوز في البلوسيال كي راني محضرتهم هكذاك. شوفوا نحركوهم مع بعض. نبدا نضيف هنايا، انا فقط راني نوريكم الطريقه لانه كنت حضرت ديجا من قبل الطليه تاعي. كيما كنت حضرت ديجا من قبل خدمت، خليت شويه باش هكذا نخدم بها لانه ماذا بينا نخليها ترتاح. هلا بهذا الشكل هو الشكل تاعنا. ظن انه لو ريسيبيون صغير شويه مي معليش. فوالا راني نوريكم فقط ان اكزومبل، لانه قلت لكم الطليه تاعي ديجا واجده. نحي فقط هادوما. داك نشوف هذاك لو غراتان تاعي راهو يتحمر. هنا نبقى نضيف في الفوسمو في سكر كلاص حتى وين نشوف انه دوك نوريكم النتيجه راح نتحصل عليها. هنا راح نشوفو مازالو ترونسبارون. اذا راح نزيدو سكر كلاص، لكن انا راح نزيدو من بعد هنايا لانه قلت لكم الطليه تاعي راهي واجده، وجدتها هكذا باش نربح الوقت. فوالا هذه نخليها دو كوتي، من بعد راح نزيد لها لو سكر كلاص. اكيد راح نضيف لها باش نعاودو نتحصلو عليها في النتيجه. شوفوا
هاي النتيجة اللي راح تحصل عليها. فوالا هاي ليك الطلية تاعي. فوالا نبقى نضيف. فوالا هذه كنت حضرتها مسبقا، هذه هي الطلية ديالي. شوفوا قعدت لي طرية. فوالا هاوليك الشكل النهائي تاع الطلية. راح ندير شوية تاع الكولورون، ملون غذائي في البيستاش على راس الموس هكذا. فوالا شوفوا اللون هذاك الجميل، واو هايل، بيستاش لون رائع. شوفوا الشكل تاعو، ماذا بيا هاد الحبيبات ينشفوا باش نكمل نحطوهم في لا بريزونطاسيون. شوفوا اللون تاعو جد رائع. نجيب اون اسيت. هذا الشكل مسح يدي. اذا نبداو كحبه رقم واحد بهذا الشكل. دائما اللي كي تجو ديروا الطليه في الدار على بالي عندكم هذاك المشكل. نستعمل صبعتي عادي كيما كانوا يديروا هكذا. نقول لك الطليه صامطه اكيد، كان لانه لازم يكون عندك الخاطر سيدتي باش تقدري تخدمي الطليه. فوالا بهذا الشكل ادي الطريقه هذه تاع الطليه اللي درتها سيدتي، راح تنجح لك بزاف بزاف، ما تندميش عليها. فقط نذكر في 4 بياض البيض مثلا. اكيد راحوا تسالوا لي على المظهر. المظهر ديروا في 4 بياض البيض، ديروا غير في مظهر جوست على اللون الذوق فقط. ما تنساوش يا لافاني، والذوق تاعها يجي قارص رائع. بهذا الشكل لازم عليا نستعمل يدي. في حصص قادمه ان شاء الله راح نشوفوا شويه تاع لوريونتال. فوالا انا كيما قلت لكم درت عده الوان، وانا اخترت هنايا قدامكم هذا اللون. ديرلو هذا الشكل تاع تحبي ديري الحبيبات لك الاختيار سيدتي. ديروا هذا اللون كذلك. اذا مشاهدينا الكرام، انا كنت حضرت ديجا قبل هذا لو غاتو، درت لكم عده الوان وراح نشوفهم بعد قليل في طاوله التقديم. مشاهدينا الكرام، لحقنا نهاية برنامجنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا اطباقنا راهم واجدين. الطبق الاول اللي كان عبارة على غراتان تاع شيفلوغ بطريقة جديدة راهو حاضر معنا هنا، رائع. واش نحكي لكم، حاجة خفيف، حاجة خفيفة، حاجة جديدة. اما الطبق رقم 2 اللي كانوا لي غاتو تاعنا ما شاء الله، شوفوا انا اخترت درت هذه الالوان في الغوص في البلوسيال. درت كل انواع تاع هذوك لي موتيف تاع لا ديكوراسيون اللي تباعوا يعني في المحلات تاع الحلويات. وهذاك اللي كنت درتوه هنايا معاكم هو مازال ما نشف شويه، نخليه ينشف. كما كان لك الاختيار سيدتي كذلك في التزيين تاعو. كما راكم تشوفوا هذا الانفيزيون اللي درت لكم تاع البرتقال ونجمه الارض مع القرنفل، هذه جد صحيه. بزاف الناس يعني اللي يسكنوا في المناطق البارده هذا المشروب يستغناوش عليه. هنا فقط واش درت، حبه تاع تينه قطعتها شرائح، رميت عليها شويه قرنفل، شويه تاع نجمه الارض، وشويه تاع القرفه. درت عليها حبه قارص معصوره، وزدت ضفت لها
ماء ساخن، لازم يكون سخون جيدا باش ونخلوه مدة ربع ساعة كيطلق كامل. من بعد ذلك اللي بشر به سيدتي ما درت له حتى إضافة، هذا صحي جدا خاصة للمناعة. تقدري ديريه بالبرتقال سيدتي كما تقدري ديريه بالليمون. إذا مشاهدينا نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في روحتكم، ونتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. مع السلامة.